25,000 أستاذ متعاقد يدخلون في إضراب وطني ووقفات احتجاجية ويهددون باستقالة جماعية على خلفية عدم الاستجابة لانشغالاتهم من طرف وزارة التربية الوطنية والمتعلقة بالإدماج في مناصب دائمة ومنحهم الحقوق على غرار باقي الأساتذة المرسمين. سيكون هناك تصعيد وذلك بمسيرة وطنية وشل قطاع التربية حتى أن الأساتذة المتعاقدون يهددون بالاستقالة الجماعية وعدم صب نقاط الفصل الثاني. 25,000 أستاذ متعاقد على المستوى الوطني. نحن نطلب الإدماج وهذا حقنا الشرعي. أستاذ يمرض بالكورونا يطرد. أستاذ ليس له الحق في العطل المرضية، ليس له الحق في أنه يمرض بالكورونا. ويتواصل مسلسل الإضرابات في قطاع التربية وعدم استقرار التلاميذ في دراستهم، خاصة وأن فروض الفصل الثاني على الأبواب. خطالي فات درونا 3 إضرابات مع بعض. خطالي فات هذا إضراب ثالث. فصل الأول درونا إضراب وزادونا إضراب، ما قايلناش يومين غير بنهار اثنين وثلاثة اللي دارونا إضراب السمانة اللي فاتت، وهذه المرة تندارونا إضراب. كاين إضراب، الأساتذة دارونا إضراب. ما على بالناس على بالك على زال كورونا، خاطر الخميس اللي فاتت بانوا بزاف اللي مرض بالحمى، وقال لك بلي كاين 5 إصابات بفيروس كورونا هنا. إضراب نقابة الكنابيست يضاف إليها الأساتذة المتعاقدون والإصابات بكورونا وسط الأساتذة والتلاميذ، يجعل من الوزارة الوصية أمام تحدي كبير من أجل استكمال البرنامج والسنة الدراسية الحالية.